السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. انا الان في ولايه كنتاكي، ان شاء الله اول ما ارجع الى الولايه حقتي سنعمل فرز على الفائزين، وايضا سنعمل السؤال اللي بعده، فخليكم حزين وما تنسوا تعملوا لايك وتشاركوا مع اصحابكم، كمان لا تنسوا تعملوا اللي هي شروط المسابقه، اشتراك في القناة، عمل لايك للفيديو حق المسابقة، ومشاركته مع أصحابكم، والرد أسفل الفيديو بالإجابة الصحيحة. هذه هي شروط جدا سهلة وما صعبة. إن شاء الله بكم مستمرين، نكمل المشوار مع بعض. نتمنى لكم التوفيق والنجاح لنا ولكم جميعا. إن شاء الله سأراكم قريبا في الأيام القادمة، خلال 2 إلى 3 أيام إلى أن أوصل للولاية حقتي. إن شاء الله نتلاقى هناك على الموعد. في أمان الله.